وحاجه تزهق. هو ليه اللعيبه الاجانب بيمشوا في 30 6 يعني مدرب الماتش يعني احنا دلوقتي مش هجوع كوره. ليه اللعيبه الاجانب بتمشي في 30 6 اشرف بن شرقي واحنا مع سفرير لما خد الدوري الطبيعي الاجانب بيمشوا 30 6 كان طبعا كان السادة الاساسي مشي قبليه و... عشان في انديه عايزه تشتريهم عشان يخش معاهم معسكر اعدادي اشرف عشان هو جدع وكده يعني قال لك انا مش همشي لما كاس كاس كان حوالين في 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 7 اخر 20 7 مثلا اسبوع حاجه قاعد اسبوع ده معانا يعني هو ملوش حق لو عايز يمشي يمشي اشرف بص انا بقول لك واحد اهو مثلا عاش معاك حس بيك فقال لك لا يا كابتن انا مش همشي انا كابتن الاداره والسفرير انا معاك وعشان كده لما جه يمشي بعد ماتش كاس ده اتعمل له حفله جامده مع من يعني لنا ولعيبه و... واشرف يعني. بمناسبه اشرف بن شرقي حابب انه يرجع الزمالك تاني؟ طبعا مين ما يحبش اشرف يرجع؟ ده لاعب كبير مع الموجودين دول الفرقه دي هتتارجز كده في الملعب. ايه؟ تتارجز عارف ارجز؟ تتارجز في الملعب. امال ايه؟